بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بكم في حلقات أسرتي أيقونة في الكنيسة، والنهاردة هنستكمل مع بعض الدروس الروحية والتعليمية اللي بناخدها وبتعلمها لنا الكنيسة من خلال طقس سر الإكليل. بعد ما دخلوا العروسين من الكنيسة واستقبلتهم الكنيسة بالألحان ذات القيمة الروحية الحلوة اللي تعلمناها، بتبدأ بعد كده أول خطوة في صلوات طقس الإكليل وهي مباركة الدبلتين. والحقيقة مباركة الدبلتين ده خطوة مهمة جدا، مهمة قوي إن احنا نفهمها، لأنها بتمثل أول طقس، أول خطوة في الطقس العملي اللي بيبدأ به الأب الكاهن مع العروسين. الدبلتين في طقس الكنيسة بيشيروا للارتباط، يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ارتبطوا ببعض. بيشيروا أيضا للعهد اللي بين الزوجين، لأن احنا دايما بنقول إن الزواج في الكنيسة والزواج سر الإكليل هو عهد وليس مجرد عقد. في عقد ممكن الناس تقعد تتفق على بعض الأمور ويمضوا عليها، لكن الزواج المسيحي، الزواج الروحاني، هو عهد يتعهد الطرفين انهم يرضوا الله في حياتهم. والعهد هنا ليس بين طرفين، ده بين الله والطرفين، او بالطرفين فالله، او ثلاث اطراف. هذا التعهد بيبدأ بان كل واحد بيقدم للتاني خاتم الزواج او ارتباط بالزواج. طقس الدبلتين، الحقيقة مباركة الدبلتين في ملحوظة مهمة جدا نفهمها، وهي ان في صلوات الخطوبة العريس هو اللي بيلبس عروسة الدبلة، والعروسة او الخطيب والخطيبة بيلبسوا بعض الدبلة بدون تدخل الكاهن. الاب الكاهن بس يباركهم. لكن في طقس الاكليل لابد ان الاب الكاهن بياخد الدبلة ويدخلها في أصبع العروس ويدخلها في أصبع العريس، وبعدين هم يكملوا الهلس. وهنا في تعليم روحي جميل جدا، إن الخطوبة هو اجتهاد بشري، شخصين اختاروا بعض علشان يبدأوا يختبروا بعض، هل يستطيعوا بنعمة ربنا أنهم يكونوا أسرة ناجحة ولا لا. أما في الإكليل فنحن هنا لسنا مجرد عمل بشري، الإكليل عمل سماوي من خلال حضور الأب الكاهن ممثل المسيح في الأسرة، فبيلبس الدبلة إشارة إلى أن الاختيار هنا أصبح مبارك من الله، والله هو اللي هيسلم العريس عروسه وهيسلم العروسة عرسها. فالكاهن بيمثل الله فبيقدم هذه الخطوة. تاني نقطة في مباركة الدبلتين انهم بنباركهم باسم الاب والابن والروح القدس، فهو حضور الله في سر الاكليل. تالت نقطة، بتبدأ مباركة الدبلتين بعبارة جميلة جدا، باسم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الحدث بيتم باسم المسيح. والمسيح مين؟ المسيح مشرع شريعة الكمال وواضع ناموس الأفضال. هنا الكنيسة بتاخد الخطيبين او العروسين الى وصية اننا هنعيش حياة نجتهد انها تكون حياة كمال في المسيح يسوع، لان المسيح هو طريق الكمال. ووضع ناموس الافضال بمعنى ان احنا هننمو في الفضيلة، والناموس هو الوصية، وصية الفضيلة. اذا الارتباط الروحي في سر الاكليل هو دعوة للنمو في الفضيلة. وبعدين باسم الاب والابن والروح القدس، التلت رشومات على الدبلتين. والطقس كمان بيقول ان الاب الكاهن بيربط الدبلتين بشريط احمر، والشريط الاحمر ده اشاره لدم المسيح، لان كلاهما مقدس في المسيح وارتباطهم يكون ايضا مقدس في المسيح. هذا الطقس الجميل له معنى، يمكن احنا بناخده كده ببساطه وبنفرح بيه، ويعني تحصل كده اشارات وزغراته وكده، لكن الهدف هو القيمة الحقيقية في حضور الله ومباركة هذا الارتباط بين العروسين. الدبلة أيضا بتلبس في اليد الشمال
إشارة للقلب لأنها تكون قريبة، فيكون كل طرف منهم قريب وثابت وعايش في قلب الآخر إلى مدى الأيام. وإلى لقاء في حلقة أخرى في طقس سر الإكليل.